أهلا بكم. الحركات الشعبية في العراق لم تتوقف منذ العام 2003 وحتى اللحظة. كان مشروع الاحتلال الأمريكي وعمليته السياسية الطائفية الفاسدة هو الذي أوجب كل هذا الغضب الشعبي الذي تصاعد خلال السنوات الماضية. بدت العملية السياسية بعد نحو 20 عاما على تصميمها خائرة القوى ومستنزفة الطاقات، وقدرتها على البقاء والاستمرارية شبه مستحيلة. وهكذا عكست هذه الثورات الشعبية السلمية المتوالية الإرادة الشعبية العراقية التي لا سبيل إلى خنقها أو إماتتها بقمع الميليشيات وفرق الموت الخاصة. وفي لحظات الاحتضار هذه بدأ أن العملية السياسية أصبحت بلا ظهير سياسي، وبنيتها السياسية المصطنعة باتت منكشفة، كما أن أسطورة التعويل والرهان على الدعم الأمريكي والإيراني لضمان مستقبل قواها الطائفية هي وهم كبير من الأوهام الكبيرة التي استندت إليها هذه العملية منذ لحظة ولادتها. مؤشرات تجدد الحراك الشعبي في العراق في ضوء تردي الوضع العام هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا أن تجدد الثورة الشعبية في العراق أمر حتمي ومفروغ منه بسبب تردي الوضع العام في البلاد؟ ألم تراكم الثورات الشعبية السابقة عملية انكشاف بنية النظام السياسي وهزاله حتى وإن لم تسقط؟ وهل يمكن أن يجيء خلاص العراق من داخل سياق العملية السياسية المتسببة بتدميره وتحطيم شعبه؟ ولماذا تحاول قوى السلطة وإعلامها الترويج أن أي حراك شعبي سلمي سيقود إلى الفتنة الكبرى والخراب وعودة العراق إلى المربع الأول؟ وكيف يمكن لقوى الثورة الشعبية الاستفادة من تجارب الثورات السابقة وتوظيفها لبلوغ هدف تخليص العراق من شرك العملية السياسية الفاسدة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، مثنى عبد الله، فارس الخطاب. ميزة ثورة تشرين أنها بلورت شكل الحراك الشعبي السابق في العراق وشكلت صورته النهائية على هيئة ثورة شعبية شاملة أدركت حقيقة المشهد ووضعت هدف إسقاط النظام السياسي بالكامل نصب أعين المتظاهرين. ولأن المشهد السياسي في العراق يزداد تعقيدا وتجاعيد وجه المنظومة الحاكمة وعقمها يزدادان وضوحا وخصوصا بعد الانتخابات الأخيرة، فإن الإيمان بحتمية التغيير السياسي بالكامل يزداد رسوخا في نفوس المتظاهرين. التظاهرات لم تعد حدثا اعتياديا فقط، بل صارت صبغة مجتمعية وعنوانا لمرحلة الشعب العراقي الحالية، فيمكن أن تؤجل أو يخف زخمها لكنها لا تخمد، ويوما عن يوم تتعدد أساليبها ويكتسب المتظاهرون خبرة في مجابهة السلطة والصمود في وجه آلة القتل الميليشياوية. كما أن أهم ما يميز الثورة الشعبية هي شعاراتها الواضحة ضد الأحزاب والكتل، وهذا ما أعطاها القدرة على مواجهة محاولات اختراقها أو الخلط بينها وبين حركات أنصار الميليشيات والأحزاب الذين يحاولون إعطاء الصبغة الشعبية لحراكهم لأهداف حزبية ضيقة. ولا يمكن كذلك للثورة الشعبية أن تراهن على شعارات من يسمون مستقلين أو إصلاحيين وهم يعملون داخل منظومة الفساد. 20 عاما من التجارب أثبتت ذلك وبرهنت أن مدعي الإصلاح يبيعون الوهم للشعب العراقي. وفي هذه المرحلة تحديدا أصبح التغيير الشامل أمرا حتميا، كما أكد ذلك في وقت سابق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حيث بيّن أن العراق يقف على حافة الهاوية، وذلك ما يستدعي تغيير النظام السياسي وإجراء إصلاحات شاملة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في مؤشرات تجدد الحراك الشعبي في العراق في ضوء تردي الوضع العام في البلاد. ضيوف طاولة: الدكتور رافع الفلاح، الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا من العاصمة البريطانية لندن عبر سكايب كل من الدكتور مثنى عبد الله كاتب وباحث سياسي، والدكتور فارس الخطاب أيضا كاتب وباحث سياسي. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. ونبدأ من هنا في الاستوديو مع الدكتور رافع الفلاح. الدكتور، في ضوء الحديث عن مؤشرات قوية عن تجدد الحراك الشعبي في العراق في ضوء تردي الوضع العام في العراق، هناك من يتحدث أن الوضع
في المستقبل الحقيقة سيكون أسوأ الوضع الحالي قياسا بالمستقبل في ضوء قراءات واستقراءات يعني المراقبين، الوضع القادم سيكون أسوأ، ولذلك مؤشرات تجدد الحراك والثورة مؤشرات قوية، تجدد الحراك حتمي. هل فعلا الوضع القادم أسوأ من الوضع الكارثي الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام الأعزاء الدكتور مثنى عبد الله والدكتور فارس الخطاب. الحقيقة ربما هذا سؤالك يذكرني ووضع العراق يذكرني بمقولة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان السابق، قال: من يقود السفينة حيث يريد المسافرون فهو قبطان، ومن يقود السفينة حيث يريد هو فهو قرصان. وبين القبطان والقرصان ضاعت شعوب، نهضت شعوب وضاعت أوطان. ونحن منذ عام 2003 إلى حد الآن من يقود العراق هم قراصنة، هم ميليشيات، هم قوى ليس لها علاقة بالحكم وليسوا رجال الحكم، وبالتالي ضيعوا البلد وأوصلوه إلى الحالة التي وصل إليها، والتي من أجلها الآن نجتمع لنناقش ماذا يحتاج العراق. هل يحتاج إلى ثورة شعبية تنهض به من جديد بعد 20 سنة من ادعاءات الديمقراطية والحرية والازدهار والعراق الجديد، وإذا بالعراق في أعلى قائمة الفساد وأعلى قائمة الخراب، ودولة فاشلة ودولة مخربة والميليشيات تتصارع عليها ومن يقودها هم القراصنة. هذا الوضع الحالي. وبالتالي عندما تنظر إلى الشعب العراقي ترى ربما واحد من الشعوب القليلة في العالم الذي لا ينظر إلى، يعني أجبر على أن لا ينظر إلى الغد والمستقبل بقدر ما ينظر إلى الماضي، ويتحسر على الماضي بما فيه الماضي من مآسي، ربما فيه من أخطاء، لكن يتحسر على هذا الماضي لأنه في الماضي كانت الصورة أجمل، والحاضر والمستقبل الصورة معتمل، يعني في نفق أظلم. فعلا العراق في نفق أظلم، هذه القوى تتحكم بالعراق بطريقة غريبة عجيبة، السلاح المنفلت في كل مكان وبيد كل العصابات وكل الميليشيات، وهي من تحكم العراق. الناس يعني بوصلتها ضايعة، لا تعرف إلى أين تتجه. القوى التي تحكم العراق تتصارع على المكاسب والكراسي ومن أجل مصالحها الخاصة وليس من أجل مصالح العراقيين. وبالتالي أنت تقرأ إحصاءات كثيرة تجد أنه يعني نسبة الفقر الآن 37% في العراق، 12 مليون تحت خط الفقر، رئيس نقابات اتحاد العمال يقول أنه لدينا 15 مليون عاطل عن العمل، حوالي ما يقرب من 10 ملايين عراقي خارج العراق من خيرة الكفاءات وخيرة الشخصيات. والدليل يعني اثنين من أفضل الدكاترة الآن ضيوفك موجودين الآن من لندن، هم من أهل العراق الآن مضطرين أن يكونوا خارج العراق. هذه جزء من هذه الكارثة، جزء من هذا الوضع السيء الذي وصلنا إليه. فبالتالي الوضع يتفاقم بالشكل السيء، يدفع وقطار العملية السياسية يقود العراق إلى الهاوية. وأنت تسأل ونحن جميعا نسأل ما هو يعني ما العمل؟ وبالتالي أنه بالمحاولات الخارجية لإصلاح الوضع لا تجد شيئا، هناك اتفاقات وهناك مصالح وهناك مكاسب وهناك أطماع، وأنت توجه نظرك إلى الداخل العراقي، الشعب العراقي، لأنه هو المعني بإنقاذ نفسه. فلذلك تنتظر منه ثورته، تنتظر منه هذه المعاناة تنتهي. هو خرج في ثورة تشرين عام 2019 يطالب بوطن، وطالب بإسقاط كل هذه العملية السياسية. الآن كل العوامل هذه التي طالب بها تفاقمت وتحتاج إلى ثورة أخرى، موجة كبيرة تنهي كل هذا الوضع. نتحدث عن آفاق الحراك الشعبي الذي لو قدر له أن يتجدد وفق المراقبين والتقارير التي تستقرأ. نتحول إلى لندن ونرحب بضيفنا من هناك دكتور مثنى عبد الله. مرحبا دكتور مثنى. مرحبا عيون. الصوت دي يصنع من يم دكتور مثنى ضعيف الحقيقة. ممكن؟ اوكي ماشي. دكتور مثنى، الحقيقة هناك من يتحدث انه الحراك الشعبي سيتجدد، لا نقاش فيه، وامر حتمي وضروري وليس يعني ترفا،
مفروغ منه بسبب تردي الوضع العام في العراق الذي يغذي السير نحو مزيد من التردي. أي كلام آخر عن الإصلاح من داخل العملية السياسية والتقويم من داخل العملية السياسية؟ الحقيقة هذا كلام مع احترامنا لك والمشاهدين كلام فارغ هراء لا يمكن أخذه أو حمله على محمل الجد. فعلا هذه القراءة دقيقة، حراك شعبي مفروغ منه سيكون بدون أي كلام آخر. تحياتي للجميع وسعيد أن أكون معكم في هذا الحوار. هلا دكتور. أعتقد بأنه الثورات تبدأ عادة بفعل تراكم ما يسمى بالكتلة الحرجة. الكتلة الحرجة هي كتلة من الاحتجاج ضد الفساد والاضطهاد. والاحتجاج الشعبي الشكل يعني أن الكتل الجماهيرية تبدأ بإدراك ما تحتاجه. هنالك ثلاث عوامل في الحقيقة يفصل فيها علم السياسة ثلاث عوامل لقيام الثورات. هو أولاً ظهور وضع لا تحتمله الطبقات الدنيا وعدم قدرة الدوائر العليا مواصلة الحكم، وتفاقم الظواهر الاجتماعية بشكل لا تطاق، وتوافر فكرة جديدة توعد بمستقبل مشرق. لو طبقنا هذا المنطق في الحقيقة على أقرب حراك جماهيري هو ثورة تشرين، نجده وكأنه قالب تماما على هذا الحراك. إذن الفكرة موجودة والفكرة لا تموت، لكن كي تنجح الثورة أو الانتفاضة يجب أن يكون المجتمع مندمج أو إيجاد طريقة لتجاوز الانقسام كي تحصل هنالك تعبئة كاملة. أذكر هنا بأنه المجتمعات المندمجة أسهل بكثير أن تنتج ثورات شعبية حقيقية، والمجتمعات المنقسمة عموديا أسهل أن تنتج حروب أهلية. أنا أعتقد في ضوء الواقع العراقي بأنه هذه السلطات والغزاة حاولوا إيجاد انقسام داخل المجتمع، لذلك وجدنا أنه حتى في كل الحركات الجماهيرية 2011-2014-2015-2019 كانت كلها جزئية في الحقيقة، لم نشاهد بأن هنالك ثورة شعبية أو خروج جماهيري أو عصيان مدني يشمل خارطة العراق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. وهذا في الحقيقة يعني لا نستطيع دكتور اسمح لي دكتور مصنع، الحقيقة ما جرى في 25 شباط الحقيقة كانت التظاهرات أعتقد يعني من الموصل إلى البصرة، وطبعا هناك من يتحدث 55 مدينة خرجت فيها التظاهرات قبل أن يعني طبعا يدخل عليها، وما تتحدث عنه عن قضية عملية انقسام المجتمع. 25 شباط أعتقد كانت مختلفة. تفضل. يعني أنا أعتقد كما قلت سابقا بأنه لم أجد بأن هنالك حراك جماهيري غطى خارطة العراقية خارطة الجغرافية للعراق تماما. لماذا؟ لأنه كانت السلطة والغزاة اعتمدوا المنطق الطائفي والمنطق القومي، لذلك سمعنا بأنه كثير من الـ الطوائف أو ما أعرف ماذا نسميه، الكثير من مكونات الشعب العراقي كانت تتحدث. أنا سمعت بإذني ولاحظت بعيني وعشت هذه التجربة تماما بأن هنالك قسم من العراق كان يقول بأننا لا نريد أن نخوض في موضوع الثورة لأننا انعزلنا ونحاول أن يعني أن نطور حياتنا ونطور محافظاتنا. هنالك جزء آخر كان يقول بأننا بعيدين عن موضوع السنة والشيعة وهذا خلاف ما بينهما، وآخر كان يقول دعوهم لأنه هذا في الحقيقة خلاف شيعي شيعي. أنا أعتقد بأنه النظرة الواقعية للعراق تفترض أن نقول الحقيقة، والحقيقة هي أنه نجح المحتل والغزاة والسلطة القائمة على عزل المجتمع العراقي وجعله على شكل كنتونات، وهذه الكنتونات في الحقيقة تحتاج إلى قوة سياسية، هذه القوة السياسية يجب أن تكون وطنية. لكن ما أود أن أشير إليه أنه الفكرة التي كانت موجودة في ثورة تشرين كانت حقيقة هي فكرة وطنية، لأنني لأول مرة أسمع شعار نحن نريد وطن، لم تكن مطلبية، لم يكن الحراك مطلبي، ولم يكن يبحث عن فرص عمل وغيرها كما يشيع عنه في الصحافة العالمية والصحافة العربية وحتى التصريحات. أنا أعتقد بأنه
هذه الفكرة هي قادرة على قيادة المجتمع نحو التوحد أولا، ثم إحداث تغيير حقيقي لاحق. نعم دكتور فارس الخطاب، مساء الخير أولا. مساء الخير، أهلا وسهلا. تحدث وأشار دكتور مثنى عبد الله من لندن إلى أنه كان هناك منطقا طائفيا عامل الاحتلال وقواه وقوى العملية السياسية على إيجاده لتعويق الحراك الشعبي لإحداث انقسام في المجتمع العراقي، ولذلك الحركات الشعبية السابقة الحقيقة بسبب هذا المنطق الطائفي الذي اصطنعه الاحتلال عوق عرقل إلى حد ما أن هذه الحركات الشعبية أن تصل إلى مبتغاها إلى هدفها، وهو يعني الخلاص تخليص العراق من هذا الشرك الذي أوقعه فيه الاحتلال الأمريكي. الآن المنطق الطائفي الآن هذا الحقيقة منزون منحسر الآن، خاصة بعد ثورة تشرين، وأشار أيضا إلى ثورة تشرين على أنه يعني حراك الحقيقة يعني مختلف. هذا المنطق الطائفي الآن قادر أيضا على أن يعوق حراك شعبي قادم وهو ضعيف، وهو في هذه الحالة من الضعف والهوان. تحية لك أستاذ ماجد، وتحية للدكتور العزيز رافع الفلاحي ولي أخي وصديقي أيضا الدكتور مثنى عبد الله. أنا الكلام الذي تفضلوا به الدكتور رافع والدكتور مثنى هو طبعا بالصلب الواقع العراقي وصلب المعاناة العراقية، لكن أنا باعتقادي القضية ليست قضية اليوم وليست قضية السؤال اللي طرحته موضوع الطائفية أو القومية، حتى المحتل الأمريكي ثم المحتل الإيراني خطط لهذا البلد أن يستهدف شعبه وتستهدف قيمه ومبادئه تحسبا لمثل هكذا ثورات أو هكذا انتفاضات. فأنت تعلم يعني أنا من خلال مشاركتي ببرنامج أعتقد برلمان التحرير في عام 2006 و2007 ذكرت عبارة معينة أنه شعوب العالم ربما تحتاج عامل واحد، مشكلة واحدة من المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي لكي تثور. فلماذا لا يثور الشعب العراقي وعنده مئات المشاكل إذا مو أكثر التي ربما تكون سببا للثورات؟ نحن لدينا الحقيقة مواجهة مع دولة إقليمية كبرى اسمها إيران، ومع زعيمة عالم الشرق الولايات المتحدة الأمريكية. ليس فقط طائفيا انقسم الشعب العراقي، بل عقائديا، بل أخلاقيا، بل انضباطا، وربما توجها من حيث المبدأ ومن حيث ما كانت موجودة من قيم واعتبارات في هذا المجتمع. أعتقد أن القضية قضية أكبر من أن نحسبها بحساب المناطق. صحيح أن مناطق ربما تحفظت على المشاركة بثورة تشرين لأنها خشيت أن توصف أو توسم بأنها داعشية أو أنها كذا، وأخرى تحفظت أيضا لأنها توا قد خرجت من قفص الإرهاب وقفص المعاناة التي دمرت مدنها ودمرت وشتتت شعبها بالخيام ودول الغربة. لذلك هناك من حقيقة ما زال يوغل في تقسيم الشعب العراقي وبيع الوهم لهذا الشعب من خلال إنشاء أيضا مجاميع وتيارات تظهر يعني تجند لها شاشات الفضائيات العراقية وغير العراقية حتى تقول أنه بدون أمريكا نحن لا نستطيع التغيير وسيبقى الوضع على ما هو عليه أو أسوأ. وهذا أيضا تسويق للمحتل الذي دمر العراق وما زال هو الذي يمسك بوصلة التغيير في كل المجالات. أنا بتقديري أن مشكلة العراق الآن وسابقا يعني منذ الاحتلال وإلى الآن هي مسألة تنظيم يدير هذه العملية، يدير جمع ولم شتات الثائرين في كل المحافظات بل في كل النواحي والقصبات بخروج واحد، بتحرك ذو توجهات معينة سواء كان سياسيا أو عسكريا أو تنظيميا، سميه ما شئت، لكن الثورات تحتاج إلى تنظيم وتحتاج إلى فكر يوحدها يتجاوز موضوع المذاهب وموضوع ربما التمايز الطائفي أو التمايز القومي. نحن لدينا من القدرات، شعبنا وشبابنا بالتحديد أثبتوا للعالم أنهم فوق هذه الاعتبارات، فوق التمييز الطائفي، فوق التمييز العرقي، وقدموا أنفسهم قرابين من أجل إثبات هذه الفرضية، من أجل أن يقول أن من معي هو ربما من الأنبار
ومن استشهد الآن ربما هو من الناصرية، وهكذا حاولوا أن يثبتون. لكن المشكلة وما زالت هي فقدان التنظيم، يعني هناك قوى كثيرة حاولت أن تدخل وتنظم، لكنها تفتقد أولا إلى الخبرة، ثم تفتقد إلى ماهية التنظيم، وبالتالي أصبحت التنظيمات يعني هنا وهناك عبارة عن مجاميع صغيرة بسهولة جدا تم استهدافها من قبل الطرف الثالث. سنتحدث أو من قبل الجهات الأمنية. سنتحدث كيف لقوى الثورة الشعبية الشبابية القوى الوطنية الاستفادة من تجارب الحركات الشعبية السابقة وتوظيف ما هو جيد مما راكمته في أي حراك شعبي قادم في المستقبل. فأستأذن منكم ومن المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في حلقة الليلة من طاولة حوار التي تبحث في مؤشرات تجدد الحراك الشعبي في العراق في ضوء التردي العام في البلاد. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في المؤشرات القوية على تجدد الحراك الشعبي في العراق في ضوء تردي الوضع العام في العراق. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي، دكتور مثنى عبد الله، دكتور فارس الخطاب. دكتور رافع، صحيح أن الثورات السابقة راكمت أو ساهمت في انكشاف وفضح بنية النظام السياسي الهزيل المصطنع، لكنها أيضا لم تنتهي إلى شيء. فهذا الحراك الشعبي المأمول أو المتوقع في المستقبل، ما المانع من أن ينتهي إلى ما انتهت إليه تلك الحركات الشعبية السابقة؟ لماذا هذه الآمال العريضة معقودة على هذا الحراك الشعبي القادم؟ النظام في العراق ما زال نظاما مدججا بالميليشيات، مدعوما إقليميا، مدعوم يعني أمريكيا ودوليا، العالم كله يقف وراءه. فلماذا أن الحراك القادم ينتظر منه أن يجهز على هذا النظام الذي ما زال متمترس بكل هذا الدعم والإمكانيات؟ أستاذ ماجد، أنت تنظر ربما خلال 20 سنة عقديا من الزمن إلى حجم التظاهرات أو الانتفاضات وصولا إلى ثورة تشرين في عام 2019، تنظر إليها وكيف تمت مواجهتها من قبل السلطة الحاكمة. نعم. في العراق منذ عام 2003 لحد الآن، في بداية أول 5 سنوات أو ال10 سنوات الأولى كانت الطائفية في أشدها. نعم. وكان التمزيق الطائفي للمجتمع في أعلى ذروات. عندما خرجت ثورة 25 شباط في عام 2011 وجهت بالفكر الطائفي. نعم. من مزق هذه التظاهرات هو يعني الإعلام الطائفي، التوجهات الطائفية، الفكر الطائفي. بالطائفية استطاعوا أن يمزقوا هذه التظاهرات. فيما بعدها كانت مخرجات العملية السياسية تتراكم على الشعب ويزداد وعي الشعب بأنه هو يعني حتى اللي كانوا مخدوعين أو يزداد وعيه وتزداد معاناته. نعم، حتى اللي كانوا مخدوعين كانوا يأملون، كانوا حالمين، وجدوا الآن أمامهم بدأ الواقع يصدمهم. بدأت البطالة تزداد، الفقر يزداد، الهجرة تزداد، الرثاثة تزداد، التعدي عليهم وعلى حقوقهم يزداد، فرصتهم في الحياة تقل. فبالتالي وصلوا إلى ثورة تشرين، وهنا المفصل الكبير. كيف وجهت ثورة تشرين؟ عندما يخرج الشباب وينادي نريد وطن، نريد إسقاط العملية السياسية، يحرقون مقرات الأحزاب في الجنوب اللي تعتبرها قوى العملية السياسية وأحزابها الرئيسية، حواضنها الشعبية، تحرق مقراتها ويطاردوهم ويقولون أنه لا نريدهم.
المواجهة كانت بالميليشيات، يعني فكر الطائفي لم ينفع، لأنه هؤلاء من نفس المعين اللي هم يعتقدون أنه يقولون أنه هذا حاضنتنا، يخرجون ويشتمون كل هذا ويريدون وطن ويريدون إسقاط العملية السياسية. واجههم بالميليشيات، واجههم بقوى السلطة بشكل قوي. نعم ثورة يعني 25 شباط، انتفاضة 25 شباط وجهت أيضا بالقتل، لكن لا يساوي هذا القتل اللي جرى في عام 2019 في ثورة تشرين، قتلوا أكثر يعني من 1000 شاب. الخيار الطائفي قد أسقط، وهذا منجز كبير. أسقط تماما، لذلك قتلوا 1000 شاب، جرحوا 30,000، اختطفوا كثيرين. الميليشيات نزلت إلى الساحة، وبعد ذلك عندما لم يستطيعوا أن يقتلوا الثورة، ومثل ما قال دكتور مثنى هي فكرة تبقى يعني في الذهن، دفعوا بمقتضى الصدر آخر يعني حبل لإنقاذ العملية السياسية، وهذا حصل في 25 شباط أيضا. مقتضى الصدر أيضا جاء وسحب جماعته، لكن الفكر الطائفي كان في أشده، فسحبهم، أفرغ الساحة بطريقة غريبة عجيبة، ووجدت مكونات معينة وحدها في الساحة لكي يصطادوها الميليشيات، تصطادها قوى السلطة بسهولة وتفرقها. لكن في ثورة تشرين واجهوها بهذه الميليشيات، بهذه القوى، ومقتضى الصدر أحدهم، واجهوها في الناصرية وفي النجف وفي كربلاء في بغداد في كل مكان. لكن لم تنتهي الثورة. الآن نتحدث عن وضع، مخرجات الوضع بشكل عام أسوأ من قبل، أسوأ من عام 2019. الآن الوضع لم يتحسن، يعني هم جاءوا بمصطفى الكاظمي لإنقاذ العملية السياسية فقط، لإعطاء نفسهم مهلة لشراء وقت للحفاظ على العملية السياسية، لالتقاط الأنفاس لكي يفكروا ماذا يفعلون، لأنه كانت العملية السياسية قد وصلت إلى زاوية حرجة. هؤلاء يريدون يسقطوها، وهؤلاء من الحاضنة الذي يدعون أنهم المتظاهرون. نعم، فبالتالي قتلوا الرصاص الذي كانوا يقولون أنه جئنا من أجل مظلومية الشيعة، هكذا يتحدثون. نعم. وإذا بهم يرفعون السلاح ضد الشيعة ويقتلونهم، والشيعة ينادون بتخليصهم من كل هذه الأحزاب وحرقوا مقراته. إذن العملية هناك وعي قد زاد بالمعاناة، بالمخرجات هذه العملية السياسية، بمخرجات هذه الميليشيات، هذه الأحزاب التي فعلت السيء والأسوأ طوال 20 سنة. وصلوا إلى حالة الشعب عرف، لذلك كان خندقين واضحة، خندق السلطة ومن معها، وخندق الشعب. الآن هو هذا، الثورة قدمت هذه، لكن هل هذه الموجات الكبيرة عندما وهي ستندفع، هل ستندفع بنفس الطريقة وتقف عند ساحة التحرير؟ اسمح لي نتحدث عن هذه النقطة، نتحدث عن النقطة. هذا المهم، هل ستقف أم ستستمر؟ ستكمل. نتحدث عنها. دكتور مثنى، أيضا تكمل لحديث استخدام أدوات قمح هذا الحراك الشعبي، كان الخيار الطائفي في السابق فعالا، الآن انزوى وانحسر وضعف، الآن هناك فقط الخيار الأمني وهو القمع والتنكيل والبطش عبر الميليشيات. هناك أيضا خيار آخر، في خيار للسلطة طبعا، في مواجهة هذا الحراك الشعبي، وهو التخويف من أن هذا الحراك الشعبي، وهذا طبعا ما يقوم يعني ما يرتكز عليه الإعلام السلطة، خطاب سياسي والإعلامي، أنه أي حراك شعبي قادم سيقود إلى الفتنة الكبرى، يقود إلى الخراب، يرجع العراق إلى المربع الأول، وهذا يجب ألا يعني يجب ألا يكون طبعا كما تقول قوى السلطة. هذا التخويف هل يمكن أن يكون، أن يحمل على محمل الجد، يستمع له، هناك آذان مصغية له، من الممكن أن يخوف المجتمع، يردعه، يجعله يتراجع؟ يعني أنا أعود مرة ثانية إلى التأكيد على أنه لا قوة في الكون قادرة على مواجهة القوة الشعب، القوة الشعبية قادرة على إزاحة أعتى الطغاة، والتاريخ العالمي والتجارب الإنسانية كلها تشير إلى هذا. يعني دعني أقول بأنه المزاج الشعبي في الثورات انحسر في الوقت الحالي. ولو عدت أخي ماجد إلى تاريخ العراق، وأنا عندما تحدث أن أقول مزاج الشعبي في الثورات انحسر، ليس في العراق وحده، وإنما تقريبا في الوطن العربي قاطبة. ولو عدت الآن أستاذ ماجد إلى تاريخ العراق وقرأته في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات، كان طلاب الثانويات الذين يبلغون من العمر 16-17-18 كانوا يسقطون حكومات ويلغون معاهدات سياسية مع المحتل في ذلك الوقت. إذن لنتساءل لماذا هذا الحراك
لم يعد موجودا، أنا أقول بأنه الظروف والمزاج الشعبي اختلف. يعني دعني أقول، في العراق ما بعد 2003 اعتمدت السلطة على الطائفية العرقية واستفادوا من الاقتصاد وعادوا توزيع الثروة النفطية في وظائف القطاع العام وتوزيع الفوائد لبناء شبكات محسوبية. اليوم موجودة في المجتمع العراقي شبكات محسوبية تحافظ على وظائفها وما تجنيه من خلال هذه الوظائف. وأخيرا السلطة حافظت على سلطتها من خلال الإكراه أيضا واستهداف التهديدات المحتملة باستخدام العنف. في احتجاجات عام 2011 كان هنالك استخدام فعال لهذه الأدوات للحفاظ على السلطة، تكرر بالعام 2015 و2016 واعتمدت السلطة نفس الأدوات على الرغم أنه كان رئيس الوزراء مختلف عن السابق. سعى إلى الحفاظ على التماسك الأيديولوجي باستخدام لغة الإصلاح والديمقراطية وبزيادة التوظيف في الدولة. يعني هاي مشكلة الدول الريعية التي تعتمد على وظائف الدولة، اعتمد هذا على جلب المزيد من المواطنين إلى نظام المحسوبية، وقد نجح هذا المزيج من الأدوات حيث عاد المتظاهرين إلى منازلهم بانتظار التغيير. في العام 2018 بدأ واضحا لمجموعة كبيرة من المجتمع والاتجاه سياسي محدد لا أستطيع التخصيص في الوقت الحالي أن التغييرات الهيكلية تهدد العقد الاجتماعي، مما أدى إلى ثورة تشرين في العام 2019، لكنها كانت الثورة محدودة على الرغم أنها كانت مدفوعة بعوامل كثيرة. كان التظلم المشترك ضد وظيفة النظام السياسي هو عدم قدرته على الحكم الرشيد، مما أدى إلى شعور عام لدى العراقيين بأن بلدهم يسير في الاتجاه الخاطئ. لذلك رفعوا شعار أريد وطن، وأن هناك غياب تام للدولة سمعنا بوضوح، وحتى في شعاراتهم كانوا يقولون بأنه عدم وجود دولة وضياع للوطن. وعليه نزل الناس إلى الشوارع للتشكيك في هذا العقد الاجتماعي. هذه المرة كانت السلطة أقل قدرة على الاعتماد على النطاق المعتاد للأدوات التي حافظت بها على السلطة من قبل، بعد أن فقدت بشكل ملحوظ شرعيتها. كيف فقدت شرعيتها؟ فقدت شرعيتها عندما خرجت الحواضن الشعبية لها. كانوا يراهنون على أنه في الجنوب أكو حواضن شعبية، لكنه عندما تحرك الجنوب وجدنا بأنه هذه الشرعية الزائفة التي كانوا يتمسكون بها قد سقطت. وقد أثبتت حركة الاحتجاج أن لديها القدرة على منع السياسيين من التلاعب بالهوية المجتمعية لتغطية إخفاقاتهم السياسية والإدارية والخدمية والأمنية والاقتصادية. لذلك نقول بأنه الثورات دائما هي تعتمد على عامل الشعبي. خليني أسألك دكتور، يعني دكتور مثنى، ما دمت أنت أشرت وأتيت إلى نقطة عملية التلاعب بالهوية المجتمعية من قبل أحزاب كانت تنظر إلى يعني منطقة جغرافية في العراق، وسط وجنوب العراق، على أنه حواضنها. أنت تعلم الآن مقتضى الصدر في صراع مع شركاء في البيت الطائفي الآن ربما يتهيأ لإطلاق حراك يقول عنه شعبي، وهو حراك الحراك حزبي. هل تعتقد أن هذه الخدعة أنه حراك مقتضى الصدر على ستنطلي على أنه حراك شعبي وطني يستهدف إنقاذ العراق، أم أنه هذا مثل هذه الشعارات ما عاد لها سوق، ما عاد لها مشترون حتى في وسط وجنوب العراق؟ يعني الإشكالية الكبرى أنه سقط اليقين لدى الناس جميعا في الحقيقة بكل هذه الوجوه وبكل هذه التيارات. يعني كان البعض يتحدث عن أن الزعيم السياسي الفلاني يحمل نفسا عروبيا وبعيد عن الطائفية، والزعيم الفلاني كان يحمل نفسا عراقيا أصيلا ويريد أن ينهض وكان الناس يقتنعون بهذا، لكنه اليقين سقط اليوم. لماذا؟ لأنه عقدين من الزمن، يعني فترة طويلة في الحياة، يعني جيل كامل يأتي جديد. لذلك لا يمكن المراهنة في الحقيقة على هذا وعلى ذاك. ثم أنه صحيح هنالك زعماء شعبويين داخل المجتمع وقادرين على التلاعب بعواطف الناس بالنوازع الدينية وغير الدينية، لكنهم في الحقيقة لا يستطيعون قيادة مجتمع كامل. قادرين على قيادة مليون مليونين، لكنهم لا يستطيعون على قيادة مجتمع كامل. أشكرك دكتور فاصل خطاب. هذا الصراع المحتدم بين مقتضى الصدر وبين شركاء في العملية السياسية، لو يسمحوا لي الكنترول حقيقة فقط أوجه السؤال لأنه يشوشون عليه.
الصراع المحتدم بين مقتدى الصدر وبين شركاء في العملية السياسية إلى أي حد مفيد في تقوية الحراك الشعبي وتسويق نفسه كمنقذ للعراق وإضعاف العملية السياسية؟ أقصد هذا الصراع بين مقتدى الصدر والشركاء مفيد في إضعاف العملية السياسية والذي سيكون لحساب تقوية الحراك الشعبي؟ هو الحقيقة يعني هي عملية مقتدى الصدر وما جرى ما بعد الانتخابات وحتى هذه اللحظة هي مسرحية. أعتقد أي مواطن بسيط في الشعب العراقي يعلم أنها مجرد مسرحية من أجل تلميع ما يسمى بالمذهب في الصياغات اللفظية لمقتدى الصدر أو لجماعة الإطار. وهذا الحقيقة الموضوع يأتي من زاوية مهمة جدا ربما يعلمها الجميع الآن باتت معلومة، وهي سقوط العملية السياسية في العراق وفشل النظام السياسي في العراق. ليس آيلة للسقوط وإنما سقوط. العملية سقطت منذ أشهر بشكل رسمي، وباقي فقط اتخاذ القرار لاجتثاثها، وهذا القرار بيد الشعب العراقي. لذلك الثورة آتية بشكل ربما لا متوقع من كل الأطراف، حتى من قبل الجماهير العراقية. طريقة الخروج وطريقة الاجتياح وطريقة الاجتثاث ستكون هذه المرة الحقيقة ثورة، لكن الطرف الآخر يحاول أن يسوق على الناس ربما البسطاء، على الناس الذين ليس لديهم القدرة على أن يأخذوا صفة الثائر، وبالتالي يضعون أحلامهم في مقتدى الصدر أو في الإطار التنسيقي أو في هذا الطرف أو ذاك. لكن أنا بتقديري العملية السياسية سقطت، وباقي فقط مسألة اجتثاثها، لأننا نمر بحقيقة يعني أرجوحة تأخذنا شمالا وجنوبا دون أن تستقر الأمور في العراق على رأي سياسي. لاحظ مقتدى الصدر يعني نسبة أو حجم الأصوات التي جعلته في هذا الموقع 850 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة، بينما المستقلين الذين يوصفون بالمستقلين والذين ربما يقولون أنهم يمثلون ثوار تشرين فازوا بمليونين صوت. أعلى جهة فازت هي جهة المستقلين، لكنهم ليسوا بتنظيم واحد وليسوا على كتلة واحدة، فتشتتت الأصوات داخل مجلس النواب. نحن الآن أمام منحدرين، منحدر اسمه إعادة الانتخابات، وهذا سيدفع ربما إلى يعني مقاطعة شعبية تختلف حتى عن النسب المتدنية التي كانت في الانتخابات السابقة، أو ستقود إلى حراك جماهيري يفضي إلى صدام شيعي شيعي حفاظا على المكاسب التي حققها كل طرف، وهي متأتية من عمليات الفساد وعمليات الاستحواذ على المال العام وأيضا عمليات توظيف هذه الأموال من أجل صناعة ميليشيات تأتمر بأمرة الجارة إيران. دكتور رافع، إذا مضت الأمور باتجاه حراك شعبي هذه المرة، أنت ردت أن تتحدث أنه هذا الحراك الشعبي سيتوقف عند أسوار المنطقة الخضراء أو في ساحة التحرير، أم أنه سيواصل ويتسلق المنطقة الخضراء وبعد ذلك السيناريو المتخيل؟ لو مضت الأمور بهذا الاتجاه وأن هذا الحراك الشعبي كان حراكا تسوناميا، هذه المرة لن يكتفي إلا بالاقتلاع الكبير، هل تتوقع أن الرهان على العامل الأمريكي والإيراني سينقذ النظام الموجود في العراق كما تدخل في المرات السابقة وأنقذه وأوقفه على قدميه، أم أن هذه لحظة تاريخية الحقيقة لن تكون شبيهة باللحظات السابقة؟ أستاذ ماجد، قبل أن أجيبك هذا سؤالك مهم جدا، لكن أريد بسرعة أمر على ثلاث أمور يجب أن ننتبه إليها. نعم. خلال الفترة التي جرت فيها ما يسمى الانتخابات المبكرة، نعم، ما الذي حدث؟ نعم. أولا 85% من الشعب العراقي لم يشارك في الانتخابات، من شاركوا في الانتخابات لا يتجاوزون 12%. إذن من البداية هذول فاقدين الشرعية، وهذه من 12% الكتلة الأكبر من هذه 12% كتلة الصدر اللي خرجت وتركت هذه الانتخابات، والباقيين كانوا يدعون ويقولون بملء الفهم ويقولونها بكل وسائل الإعلام أنه الانتخابات مزورة. من الآن سيشكلون الحكومة اللي هم الإطار التنسيقي
ومن يتحالف معهم كانوا يقولون أن الانتخابات مزورة، وهي مزورة بكل الأحوال لأنها غير شرعية والشعب قاطعها. فهؤلاء الذين كانوا يقولون عن الانتخابات المزورة هم الآن الذين سيشكلون الحكومة، فكيف يبنون حكومة على شيء غير شرعي؟ هم كانوا يقولون هذا غير شرعي. هاي واحدة. النقطة الثالثة أيضا اللي كانت من ضمنها، كانت هناك قوى تسمي نفسها قوى مستقلة، هي ليست قوى مستقلة الحقيقة، هم مجاميع فردية قدموا بعيدا عن هذه الأحزاب، الأحزاب انتدبتهم بطريقة وبأخرى لتقديم أنفسهم بشكل فردي وبشكل تكتلات صغيرة بعيد عن الأحزاب الأم. لذلك شهدناهم فيما بعد لم يظهروا كمستقلين، ظهروا تبع هذه المظلة وتلك المظلة، وكانوا يدعون أنهم من أتباع ثورة تشرين وهم ليس لهم علاقة بثورة تشرين. نعم. لأن الثورة التي قمعت بهذا الشكل لا يمكن أن تدفع برجالاته أو تدفع بمن يعني تسانده لكي يقف مع من قتلوهم وخاضوا في دمائهم. نعم. النقطة الأخرى اللي حضرتك تسأل عنها، إذا ما الثورة هذه الموجة الكبيرة حصلت، نعم، هل ستتوقف في ساحة التحرير؟ هل ستتوقف في ساحة الحبوبي؟ هل ستتوقف عند جذر الزيتون؟ هل ستتوقف في ساحة الثورة العشرين في النجف أو كذا؟ أنا أعتقد أنه الدرس تعلمه الشعب، وعي الشعب. هم عندما توقفوا كانوا يعتقدون أن وقوفهم هنا سيسقط الحكومة، إسقاط الحكومة أسقطهم بالقتل والذبح، لم تسقط فكرتهم، لكن قتل منهم كثير، تعذب منهم كثير، جرح منهم الكثير. وقوفهم مرة أخرى سيعرضهم إلى كارثة مثل هذه. إذن هم يقدمون الخسائر، يقدمون التضحيات، لكن عليهم أن يحققوا أهداف هكذا. ودائما الشعوب تفكيرها في الثورات أعلى بكثير بكثير، ويسبق الحكام، يسبق القوى الحاكمة، يسبقها بكثير. وهذا تاريخ الثورات كلها، الشعوب مهما كان هناك تعصب بالثورات، مهما كانت ما يسمونها ثورية، ما يسمونها هيجان، لكن فيها تفكير هو يسبق قوى الحكم وينتصر عليها. فهؤلاء الشباب لديهم فكر، وكنا في عام 2019، دعني فقط هذه، لم نكن نتوقع أن يخرج هذا الشباب، يعني حتى من يعتقدون أن الثورات قد انتهت في العالم، في عام 2019 لم نكن نتوقع جميعنا أن يخرج الشباب بهذا الشكل. لم يكن، يعني لا يدعي أحد أنه كان يتوقع أن الشباب هذا الصغير الحلو الجميل اللي شفناه ب 2019 كان من الممكن أن نتوقع أنه يخرج، وخرج بهذا الشكل، وخرج بهذا العنفوان الوطني اللي يريد وطن ولا طائفي وعابر لكل شيء، ويريد وطن لأن المعاناة كبيرة. في نقطة الخروج الشباب والاستفادة من التجارب السابقة، دكتور مثنى، كيف لقوى الثورة الشبابية والشعبية وحتى القوى الوطنية المساندة لهذا الحراك الشعبي الاستفادة من تجارب الثورات السابقة، وهي الحقيقة متعددة من 2011 إلى اليوم، بل حتى في تظاهرات الفلوجة عام 2003، وتوظيف الإيجابي منها وإبعاد السلبي أو المطبات أو الهفوات حتى لا تكرر في الحراك الشعبي، وصولا إلى الهدف الأسمى وهو تخليص العراق من ربقة العملية السياسية الفاسدة. كيف يمكن الاستفادة من هذه التجارب وتوظيفها في حراك شعبي حقيقي وطني يبلغ هدفه؟ يعني عندما نتحدث عن هذا الموضوع، السامع يعتقد بأن هنالك أحزاب وطنية موجودة في الداخل العراقي، ودور الأحزاب في الحقيقة أنه هي يعني مصدات وما بين السلطة وما بين الشعب، يعني هي إحدى وسائط نقل التذمر الجماهيري إلى صانع القرار. هذه في الحقيقة لم تعد موجودة في المجتمع العراقي وحتى في المجتمع العربي، يعني انتهى موضوع الأحزاب الوطنية والقومية والثورية، انتهى هذا الموضوع في هذا. لذلك وجدنا بأنه حتى ثورة أو حراك أو احتجاج عام 2019 في تشرين لم تكن لديه قيادة يعني ظاهرة قادرة على وضع الأسس الحقيقية للثورة. أيضا هنالك عامل آخر، أنه يجب أن نتأكد بأنه لن تسمح القوى الإقليمية ولا الدولية للثورة العراقية أن تأخذ مداها، وأقصد بأنه الإقليمية ليست إيران أو تركيا أو غيرها، لا، حتى هنالك قوى إقليمية عربية. لماذا؟ لأنه بعد 2003 أصبح العراق مشروع للكل، والكل حاولوا إيجاد نوع من الرفاهية فيه، رفاهية أمنية ورفاهية اقتصادية
ورفاهية سياسية، وبالتالي أصبح العراق اليوم حتى في نظر القوى الكبرى أنه هو جائزة ترضية. عندما تبرد ملفات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على سبيل المثال، ممكن أن يكون العراق جائزة ترضية، ممكن أن يكون اليمن جائزة ترضية لهم. إذا العلاقة ما بين الطرفين، أقصد إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تشنجت، يصبح العراق ليس جائزة ترضية، يصبح مجرد مسرح للصراع. أنا أعتقد بأنه عندما نطلق كلمة ثورة، الثورة هي تغيير جذري للنظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وعندما لا تحل هذه الظواهر فلا نستطيع أن نسميها ثورة. نعم. يمكن أن نسميها تمرد أو انقلاب أو غيرها. الثورة كي تحقق أهدافها يجب أن تكون منقادة إلى قيادة سياسية معتبرة ومنظمة، والشعارات العامة هذا ما يجب أن ننتبه عليه، تختلف تماما عن العمل السياسي الدقيق. شكرا دكتور مثنى. دكتور فارس، يعني مقتدى الصدر أيضا يحاول التسويق على أن الخلاص سيكون عبر حراك شعبي، يعني هو طبعا حراك حزبي يقوده في على خلفية الصراع بينه وبين شركاء في العملية السياسية. هل تعتقد أن خلاصا وطنيا، حراكا شعبيا حقيقيا، ممكن أن يأتي من داخل سياق العملية السياسية المتسبب الرئيسي بتدمير العراق وتحطيم شعبه؟ هل يمكن أن يأتي من داخل العملية السياسية حتى وإن كان من مقتدى الصدر الذي روج له في فترة سابقة وسوق على أنه خيار مقاومة بين قوسين أو خيارا شعبيا وطنيا؟ بالمطلق لا. طبعا مقتدى الصدر لطالما استخدم أوراقه من أجل إحباط يعني تجارب سابقة، ونذكر جميعا عندما وصل المتظاهرون في ما قبل أكتوبر إلى أسيجة المنطقة الخضراء، جاء هو وألقى كلمته ثم نصب خيمته وقال للمتظاهرين اذهبوا أنا سأتصرف وأنا سأقوم بكذا وكذا. ويعني التجارب العديدة لموضوع مقتدى الصدر وموضوع يعني تهجم على الفاسدين وتهجم على العابثين بالمذهب وحماية المذهب، كلها الحقيقة إذا نذهب إلى العراق ونستقصي الأمور ويعني تعمل تدقيقا في من هو في المذهب الشيعي، لا يملك مقتدى الصدر غير أتباعه، وأتباعه هم الحقيقة طبقة معلومة وطبقة ربما توارثت الولاء إلى آل الصدر، وأعدادهم يعني محدودة بالنسبة حتى للطائفة الشيعية أو بالنسبة للمناطق اللي في العراق الجنوبية خاصة. لذلك الحقيقة ثورة تأتي عن هذا الطرف أنا لا أعتقد، لكن ثورة مصطنعة تضيع الثورة أو الإعداد للثورة الحقيقية ربما. يعني ربما الآن إحدى المفاجآت أنه بعد ما تشكل حكومة، إذا تشكلت عن طريق الإطار التنسيقي، فإن هناك ربما تظاهرات عارمة وعنيفة ستخرجها كوادر وقيادات التيار الصدري من أجل تفويت الفرصة على ثورة حقيقية يعدها الشباب العراقي في محافظات البصرة وذي قار. لكن هذا الحراك دكتور، لكن هذا الحراك المقتدائي في كل الأحوال لا علاقة له بالحراك الشعبي الوطني المأمول والمنتظر أن ينطلق، بل يتقاطع معه. أنا أقول كل الحراك الشعبي الذي تم في السابق الذي أبطله تقاطع التيار الصدري معه، وبالتالي إخراجه عن إطاره الرسمي وتجميده في مناطق معينة أو ضمن خطوات معينة. نحن نأمل يعني مثل ما تفضل الدكتور مثنى، لن تسمح الولايات المتحدة وأيضا إيران وربما مناطق جنوب العراق وغرب العراق لن تسمح بثورة تقتلع هذا الواقع الفاسد تماما، وربما من يسمح بذلك هو ثورة شعبية حقيقية يقودها تنظيم. شكرا. من داخل هذه الثورة وليس من خارج. في ختام حلقة الليلة من طاولة حوار لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وضيفينا من لندن عبر سكايب كل من الدكتور مثنى عبد الله الكاتب والباحث السياسي والدكتور فارس الخطاب. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، في أمان الله.